هذا الموعد الرياضي الجديد مع الحدث مباراة مولودية بجاية وتي بي مازامبي الكونغولي ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ما الأنظار ستوجه أيضا سهرة اليوم إلى ملعب مصطفى شاكر مسرح هذه القمة الكبيرة. المزيد من التفاصيل مع محمد نجيب هنان. لا صوت يعلو فوق صوت أنفاس القارة السمراء. نحضروا في ظروف حسنه ونا في ان سيمانا لا تونيزي ونا بيان بريباري حضرنا كيما لازم الحال رانا نكملوا ان شاء الله اللي دير نيجور تاعنا قبل لا فينال في هذا في السونتر تاع سيدي موسى وين عندنا تولي عندنا لي موان هنا باش نكونوا نهضروا في كيما لازم الحال. مشوار رائع للموفي كاس الكونفدرالية تنقصه خطوة إيجابية أخرى، انتصار عريض نتيجة وأداء سيكون بمثابة راحة في موعد عودة نارية بقلب أدغال إفريقيا، يومها لن ينفع لا جمهور ولا أرض إلا من أتى بمستوى يليق بسمعة الكرة الإفريقية، حينها لا مرد لتتويج بلقب إفريقي غالي. هذه هي الأجواء التي ننتظرها إن شاء الله سهرة اليوم في ملعب مصطفى شاكر بالبليدة. النهار دائما في تغطيتها لهذه القمة الكبيرة وخاصة لما يتعلق الأمر بتمثيل الجزائر. يحضر معنا ضيف لأول مرة في تلفزيون النهار بناي أعراب، هو رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية بجاية ومسير فاعل في هذا الفريق. بناي أعراب أهلا وسهلا بك. نشكرك حسنك. نشكر قناة النهار لهذه الدعوة. طيب بناي أعراب مولودية بجاية، الجميع يتحدث عن هذا الفريق وصل بلغ مستويات كبيرة يعني في السنوات القليلة الماضية، مولودية بجاية اللي كان في الجهوي ثم في ما بين الرابطات في القسم الثاني، اليوم في المحترف أو الموبيليس، واليوم يمثل الجزائر. يعني اليوم مولودية بجاية خطى خطوات عملاقة وأصبح نادي كبير بشهادة الجميع، ما السر في هذا؟ على كل حال إن شاء الله أن نمثلوا الجزائر أحسن تمثيل إن شاء الله، يستاهل الفريق الجزائر. بدا الفريق يتحسن العام 2012 و13 من صعدنا الفريق المحترف الأول أعطيك الصحة. لعبنا السنة الأولى لا ريليغاسيون مع راح المدرب، درنا ان بروجي جبنا راح مدرب رحموني سي لوكا في اكسيدي الكلوب ليك اون الى جيري سات ماتش جبنا عمراني ونا درنا مع ان بروجي سبورتيف. سنتحدث عن هذا المشروع بناي أعراب، يشير لي الزملاء بانه محمد نجيب هنان جاهز معنا من الملعب مصطفى شاكر بالبليدة. قبل لحظات نقلنا لكم صورة دخول الأنصار وذلك المشهد الرائع مع عناصر الأمن الوطني، والدخول كان بطريقة سلسة ورائعة جدا، تمنينا هذا في كل ونتمناه في كل ملعب الجزائري. الآن محمد نجيب هنان أنت داخل الملعب، انقل لنا المشهد ولو أنه الأمر يتغير، أنت هناك في عين المكان، كيف هي الأجواء هناك داخل الملعب؟ فعلا فاروق، الروعة تنتقل تدريجيا إلى مدرجات ملعب مصطفى شاكر بالبليدة كما تستمعون في هذه الأثناء. هزيج أنصار المولودية قبل ربما 3 ساعات أو أكثر من ذلك بقليل، ربما الأنصار في كامل حيويتهم ويؤكدون بأنهم سيكونون في الموعد القاري اليوم. طبعا بداية ربما اخترنا بعض الأنصار ليتحدثوا معنا اليوم حول هذا الموعد، ربما للحديث عن تفاؤلهم إن صح التعبير فاروق حول هذا الموعد. اليوم كنا نتكلموا مقبل قلت لي راح نكونوا بقوة، قلت لك راكو سير اوفيسيال كاع، رانا تريسي ارشي سير كاع، بان نربحوا اليوم ديجا رانا نشرفوا الاخر، جينا من البعيد جاي سافي دير جاو بارتو، اليوم ديجا يلعبوا على العالم ماشي على الاخر على الجزائر كاع،
كاع الجزائريين يسيبورتيو كاع المولوديه، وحنا خويا ان شاء الله نربحوا ان شاء الله. فوزي ديجا يديرنا ديجا يدير ان بون ماتش ان شاء الله، يفرحونا ان شاء الله، نوليو فرحانين بجايه ان شاء الله. الجزائر كاع تفرح. طيب كنا نتكلموا مقبلات، قلت لي سقسيتك علاش يعني ما كاش جمهور كثير، قلت لي يا ودي ربما التعب، ربما كاين برا مازال ما دخلوش. والله كاين بزاف ما دخلوش ديجا، كاين الاخر كاين ما جابش لي بياس دي النكوتا، سافي دير ما يخليوش يدخل للستاد، نورمالمون يخليوه يدخل. كوما اللي يجي يدخل انا كاين لا سيكيريتي برا، نورمالمون يخليوه يدخلوا، على ما يخليوش يدخلوا. ديجا واحده انا بالدراع باش دخلت، خليت البيرمي تاعي في الطوموبيل، قال لي ما تدخلش بالدراع باش دخلت. ولكن اليوم شفناكم كنتم متحضرين، الله يبارك. بارك الله فيك، رانا متحضرين يعني بالبزاف كاع، ماشي غير شويه، رانا يعني جينا باش نربحوا. ما كاينش. طيب اليوم الفريق شرفكم ووصل للنهائي، واش تقدروا تقولوا اللي راهم قايمين على النادي هذا؟ نقول لهم بارك الله فيكم، ان شاء الله ان شاء الله يدوم ربي هكذا، ان شاء الله يكونوا ديجا المباراه سافيدير، كانوا ديجا سفروا كي كانوا في دوزيام ديفيزيون، سافيدير سفروا باش وصلوا ديجا لا بريمير ديفيزيون، عندهم 300 ديجا راهم داروا ستان كرون كلوب ولا ان كرون كلوب ولا ستان كرون كلوب، سافيدير بارك الله فيكم، ان شاء الله يكملوا هكذا، ان شاء الله يخلصوا لي جوار، ان شاء الله يديروا لهم واش يحبوا، فرحونا باسكو دارونا البليزير تاعهم. طيب محمد نجيب هنان، محمد نجيب هنان ان كنت تسمعني، اريد صوره فقط للملعب في هذه اللحظات، وكما قلت في السابق بانه جمهور غفير يوجد خارج الملعب، وربما بعد سويعات قليله او ساعه او ساعتين سيغزو الملعب. صوره ان سمحت رفقه المصور سفيان، صوره لملعب مصطفى شاكر في هذه الاثناء، تفضل. طبعا سنحاول مع زميلنا سفيان بلومه لالتقاط بعض الصور كما تشاهدون على الجهه اليسرى من وجودنا، ربما اكتظاظ جماهيري، ربما ما يقارب 3 أو 4 آلاف مناصر دخلوا الى ربما مدرجات ملعب مصطفى شاكر. اكيد انه سيكون فيه تزايد مع مرور الوقت، خاصه واننا تحدثنا مع بعض الجماهير التي قدمت منذ الصباح واكدوا بان مدينه بجايه ربما تنقل بأكملها إن صح التعبير، الكل قطع الأميال من أجل اليوم الوقوف كسند وكقلب واحد لربما مساندة زملاء يايا فاروق. طبعا نواصل مع الجماهير، جماهير مولودية 48 ولاية اليوم. مولودية 48 ولاية، السلام عليكم الزلف الأول، إن شاء الله اليوم نربحوا باش نديو لافينال هذه، نشرفوا بجاية ونشرفوا لجيري كاع. طيب محمد نجيب هنان، محمد نجيب هنان إن كنت تسمعني سنلتحق أو سنتواصل معك في المباشر القادم إن شاء الله، لأنه اليوم الضيف بن أعراب سيتحدث عن عديد الأمور التي تخص سر تألق هذا الفريق. شكرا جزيلا لك محمد نجيب هنان. عود لك بن أعراب، توقفت عند قلت بأنه كان فيه مشروع لهذا الفريق، اليوم فيه عديد الرؤساء يتحدثوا يقولوا بأنه مشروع ثم راح نقوموا مشروع للفريق، لكن أغلب النوادي ما نجحتش. اليوم مولودية بجاية أثبت بأنه لما تسير فريق بطريقة جيدة راح تحقق نتائج، واليوم الفريق في النهائي الإفريقي. تسير إيجابي على كل حال. احنا كليك درنا أن بروجي مشروع مع كيجا عمراني، عامين ونص، الشيخ عمراني قال لنا واش دينا لا كوب دالجيري، دوزيام بلاص لعبنا لا شامبيونز ليغ، وشرفنا الجزائر ما في لا شامبيونز ليغ، ورانا الحمد لله رانا في النهائي. نتيجة أكثر من رائعة، الكل يشهد على هذا بن يعرب. تاريخية. نعم، نتمنى اليوم الموبي يفوز بالكأس، لأنه لما توصل العين لازم تشوف. عايشك الله يسلمك. طيب نعود فقط لما سبق هذا النهائي، أنت كنت من المعارضين أن تقام المباراة في ملعب مصطفى شاكر، وشددت بأنه نلعبوا في بجاية أحسن من البليدة، يعني تشرح لنا ربما هذه النقطة. نشرحك انا تسمى او ديبار، قلت له الرئيس، قلت له يعني ولا ديت الفريق الكلوب يلعب في بليده، انا جمريتي بلا جستيون. يعني كنت متشائم، لماذا تشاؤم هذا؟ تشاؤم نقول لك دروك، حنا انا راي
ومن بعد هو شاور ريت على الاخر كيف اسمه المدرب ستاف تكنيك قال انايا انا اللي ديت الفريق للبليده على جال غازون ليكيب ادفيرس تي بي موزومبي ما والفوش عندهم عشب اصطناعي نعم اخويا ولكن نعود فقط لاسباب ربما اختيار تشاكيار على ملعب الوحده المغاربيه اليوم مركز سيدي موسى حضرته في تونس في عشب طبيعي وحضرته في سيدي موسى عشب طبيعي يعني هذه الامور ربما تخدم الفريق لماذا لا نتفائل لماذا يعني نكونوا متشائمين المدرب قال تخدم الفريق الحمد لله ان شاء الله اليوم ان شاء الله كيف اسمه لي ريزون مش قال روح ان شاء الله بالك نربحوا ننجحوا على انا يعني حابين نشوفوا ابتسام التفاؤل منك يا ما بروبليم انا قلت بليك ان شاء الله العرس يكون في بجاي نلعبوا في بجايك بدينا في بجايه نخلصوا في بجايه ان شاء الله يكون العرس في بجايه وكل ستاف تكنيك اللي بريمير ريسبونسابل في الفريق ان شاء الله ان شاء الله كل ما يتمنى الجزائر سؤال اخير فقط اليوم من منبر نهار قلنا كم خصصتوا منحه الفوز بنهائي دور نهائي كاس الكاف تعطينا يعني الرقم من دون لغة ربما لغة المراوغات إن صح القول. باساج بري باش نلعبوا الشوط الأول. مباراة الذهاب والإياب. نجيبوا الكأس. نورمالمون توصل 250 مليون. لكل لاعب. لكل لاعب. طبعا هذا خبر لي من فاعل في الفريق. نعم يستحقون ربما اكثر أول من هذا يعني انجاز اول مره انجاز انجاز لهذا الفريق اذا 250 مليون سنتيم لكل لاعب من الموب نظير التتويج بهذه الكاس التي نتمناها لان تدخل ان شاء الله خزينه النوادي الجزائريه بناء عرب شكرا جزيلا لك الان تروح للملعب اكيد ستتجه الى البوليده الان ديريكت شكرا جزيلا لك تفضل محمد شكرا لك زميلي ربما فاصل نعم فاصل ونعود فاصل ثم نعود هذا العامل ربما يخدم مولودية بجاية راح يلعب من دون ضغط نظن الضغط راح يكون أكثر على تيبي مازابي بصح كاين الضغط مولودية بجاية عندهم ضغط يعني أنا متيقن بلي عندهم ضغط كبير وصح يكون إيجابي سوتو ضغط الأنصار تاع مولودية بجاية ضغط تاع النهائي ضغط باسكو مباراة الإياب تلعب في بجاية نظن عندهم ضغط وإن شاء الله يكون إيجابي إن شاء الله الضغط نعود فقط لمسار مولودية بجاية عمل كبير قام به عمراني هذا المدرب رحل بعض النجوم إن صح القول رحلت عن الفريق مباراكو زرداب غيرهم من اللاعبين لكن الفريق بقى متماسك سر قوة هذا الفريق محمد تعرف هذا البيت هذا النادي سر قوة هذا الفريق ما فيش نجوم اليوم في مولودية بجاية أنا أقول لك سر تاع الفريق أنا شوف بالدرجة الأولى أنصار تاع مولودية بجاية عندهم أنصار يعني من ذهب أنصار معروفين يعني من الوقت يعني تلعبت في مولودية بجاية الحاجة اللي تميز الأنصار يقولوا بين أنصار الموب حاجة يعني حاجة سبيسيال كما نقولوا أنا لعبت في سنة 2000 في مولودية بجاية الأنصار يعني الأنصار هما روح الفريق هما راس مال الفريق وكي قلت على اللاعبين راحوا صح لاعبين كما نقولوا دي بيلي في الفريق كما زرداب كما نبارك وهذا مي قلت لك سر القوة تاع الفريق هي المجموعة تغير الرئيس تغير المدرب بعض الأسماء برزت في مولودية بجاية هل تعتقد بأنه اليوم المنافسة هذه كأس الكاف في ربما خفض المستوى تاعها أم أنه مولودية بجاية فعلا فريق قوي يستحق التواجد في هذه المحطة النهائية لا يستحق التواجد في هذه في النهائي هذا قلت لك علاش باسكو يعني الأنصار توعوا والمجموعة عنده مجموعة متماسكة راحوا لاعبين وبقات المجموعة وسر الفريق وقوة الفريق هي المجموعة الحمد لله احنا نشوفوا اليوم بجاية عندهم فريق عندهم لاعب الخضاري اللي كان لاعب أساسي الفريق راهو البعض يقول زيايا هو نجم الفريق البعض يقول الحارس رحماني ما شفناش نجم كبير في مولودية بجاية يقود هذا الفريق ما دام الفريق راح للنهائي عرف اللي عنده لاعبين مميزين في عمل كبير قام به سنجاق عندهم هداف عندهم يايا عندهم رحال عندهم الحارس الرحماني اللي حارس ممتاز اللي تنبأته انا يا مقبل باللي حارس مد الفريق كثير هو يعني 50% من الفريق وانا نظن جاي اليوم راح يكون يحدو نتيجه ان شاء الله طيب ندخل الان في النهائي مولودية بجاية حضر في تونس
والآن متواجد بحضر في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. تعتقد بأنه هذا هو أفضل تحضير للنهائي؟ راح لتونس ثم في مركز سيدي موسى، نعرف المركز سيدي موسى يعني فيه كل ظروف العمل، تعتقد بأنه كل الظروف الآن مهيئة لمشاهدة مباراة كبيرة وتقديم نتيجة أفضل؟ أنا نظن المدرب سنجاق يعني على بال وشو يدير، دا الفريق تاع تونس باش يخدم فيه هدوء، داهم على الضغط. تونس أنا وين حضر وما حضرنا ديجا، حضر ديجا مع فرق كثيرة ثم يعني مركز مليح وفيه كل وسائل الراحة. خلت أنا راح سيدي موسى ثاني بعيد عن الضغط، بعيد على يعني على كل واش راه يسرى كامل. نظن افضل تحضير اللي داروا يعني، طيب يعني عجبني الحال يعني. محمد راح نعود فقط لتغيير الملعب لمولودية بجاية، هل سيؤثر ايجابا ام سلبا؟ لان المباراه في مصطفى شاكر. يلتحق بنا الان الزميل الاسلام بقريعة المتواجد هناك بملعب مصطفى شاكر، ونعم مسؤولين الامن هناك الساهرين على الامن في لانجاح هذه المباراه. اسلام صباح الخير اليك الخط. صباحك سعيد زميلي فاروق، مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مباشره دائما من ملعب مصطفى شاكر لنقل هذا الحدث الكروي والعرس الكروي لنهار اليوم. مولوديه بجايه التي ستستقبل تي بي مازنبي في نهائي كاس الكاف بملعب مصطفى شاكر. زميلي فاروق، شاهدنا في صباح الانصار مولوديه بجايه الحاضرين بملعب والذين توفدوا من منذ الصباح الباكر الى ملعب مصطفى شاكر. الان يحضر معي ملازم الشرطه الاول السيد محمد شلالي، سنأخذ بعض المعلومات حول التعزيزات الأمنية، حول الظروف التي سيعيشها الأنصار أثناء اللقاء وبعد اللقاء وقبل اللقاء. طبعا مرحبا بك معنا في قناة النهار. مرحبا بكم كذلك. أهلا. بداية قلنا فقط التعزيزات الأمنية لكم محضرينها لهذا المباراة. كما تعلمون بمناسبة احتضان مركب مصطفى شاكر بالبوليدة لمباراة ذهاب لنهائي كأس الكاف التي ستجمع فريق مولودية بجاية وفريق تيبي مازامبي الكونغولي، وذلك الساعة 8:30 من نهار اليوم السبت الموافق ل 29 أكتوبر. ولغرض تأمين هذه المقابلة وهذا الحدث الكروي، اتخذت مصالح أمن ولاية البوليدة جملة من الإجراءات الأمنية بغية تأمين هذا الحدث، حيث تم تسخير تشكيل الأمني وتعداد الأمن الكافي من قوات الشرطة لضمان سير حسن هذه المقابلة. هذه التشكيلات تم إقحامها في الميدان، وذلك من على مستوى مدينة البوليدة وكذلك النقاط التي يتوافد منها المناصرين، وهذا قبل وأثناء وبعد المباراة. كذلك يعني المقابلة التي ستعرف يعني حضور مناصرين، حضور جماهيري كبير، تم يعني تسهيل حركة المرور التي تؤدي إلى المدينة، وذلك نظرا لعدد كبير من السيارات التي ستتوافد من كافة ربوع الوطن، من التي يعني وتأمين محطة القطار التي تعرف وصول القطارات التي تحمل المناصرين من مدينة بجاية إلى مدينة البوليدة، وضمان وصولهم كذلك من محطة المسافرين إلى مركب مصطفى شاكر. تم يعني تخصيص مسالك للمناصرين راجم سلك هذا للتسهيل وتفادي الافتضاض على الملعب، دخول تسهيل الدخول. تم تأمين كذلك الفريق الزائر منذ وصوله إلى مدينة البوليدة وإقامته بمدينة البوليدة إلى غاية تنقله إلى الملعب مساء اليوم. يعني بالنسبة للمقارنة يعني بمباراة المنتخب الوطني ومباراة النهائي تاع اليوم، العدد يعني الشرطة المخصص لهذا النهائي أعتقد راح يكون كيف أعتقد راح يكون مختلف يعني. تم وضع يعني خطة ميدانية لتسيير هذا اللقاء، وذلك من خلال ضمان العدد الكافي لسير المقابلة في ظروف جيدة. يعني بالنسبة للإجراءات اللي اتخذتوهم مع الأنصار، كيفاش تعاملوا مع مناصر مدير بجاية الأنصار اللي حكونوا حاضرين في الملعب؟ في هذه النقطة بهذه المناسبة ندعو الأنصار يعني أنصار نقول لأنصار مولودية بجاية أنه مرحب بهم في مدينة البوليدة، وهذا الحدث يعني فريق مولودية البوليدة يمثل مولودية بجاية يمثل الجزائر في هذا الحدث الكروي القاري، وبالتالي فهم مرحب بهم. وبهذه المناسبة أدعو أنصار يعني كل أنصار فريق مولودية بجاية من كل وطن التحلي بالروح الرياضية وكذلك تجنب جميع أشكال العنف، وهذا لتمثيل فريق أحسن تمثيل ويعني في هذا الحدث القاري. من خلال هذا يعني ندعوهم إلى جملة من النصائح
وذلك لي يعني تسيير المقابلة وسيرهم في أحسن الظروف، بداية بعدم اصطحاب الأطفال القصر إلى الملعب، كذلك أن الدخول يكون المناصرين حاملين للتذاكر رفقة بطاقات الهوية. ندعوهم كذلك إلى اتباع الممرات المخصصة لهم، وهذا لتفادي الزحام أو يعني الاكتظاظ في الأبواب التي تؤدي إلى الملعب. ندعوهم كذلك إلى عدم جلب الأشياء الممنوعة كالألعاب النارية والشماريخ التي ممكن أن تضر بفريقهم، وكذلك خاصة الأضواء الليزر الممنوعة والتي قد تضر بفريقهم. كذلك كما ننوه أن هناك لقاء عودة، هذا اللقاء يعني مرتقب كذلك فيما بعد والذي قد يؤثر يعني على الفريق. على الفريق يعني. نعم. يعني بالنسبة للأجل في حال تجاوزات، حدث تجاوزات مع الأنصار، كيفاش حتعاملوا معهم؟ إحنا إن شاء الله نقول لم ما حتكون هناك تجاوزات، لأن هذا الحدث حدث يعني وطني، فريق مولودية تبجي يمثل الجزائر في هذا اللقاء النهائي، لذلك ندعو الأنصار أنهم يعني يتحلوا بالروح الرياضية والنبذ كما ذكرنا على جميع أشكال العنف، وإحنا قوات الشرطة هي موجودة هنا لتسهيل دخولهم إلى الملعب وكذلك من أجل مناصرتهم لفريقهم في أحسن الظروف. قلنا أنهم يتفادوا إدخال الأشياء الممنوعة، كذلك المياه، أكياس المياه متوفرة في الملعب خلال اللقاء. نقول لهم باللي أن المديرية العامة للأمن الوطني وضع الخط الأخضر تحت تصرفهم 1548 يعني 1548 يعني توجيههم أو طلب أي استفسارات يمكنهم الاتصال كذلك، ونحن هنا في الخدمة إن شاء الله. نعم كما كنت تستمع زميلي فاروق، التعزيزات الأمنية ستكون مشددة، الأنصار سيكون في مأمن يعني من طرف رجال الأمن والقوات الحاضرة هنا التي ستضمن سير الحسنة لهذا اللقاء. إضافة زميلي فاروق أن أبواب الملعب ستفتح في حدود الساعة الثالثة من نهار اليوم، يعني ولتسهيل المهم تسهيل دخول الأنصار عفوا، سيقوم رجال الشرطة يعني بفتح كل الأبواب وضمان أمن الأنصار. شكرا فاروق، سنوفيك بمزيد من التفاصيل يعني في نشراتنا القادمة مع دخول الأنصار وفتح الأبواب. شكرا لك إسلام بقريعة، كنت معنا من أمام مدخل ملعب مصطفى شاكر بالبليدة، والشكر أيضا لملازم الشرطة الأول محمد شلالي التابع لمديرية أمن البليدة، وهذه التوضيحات التي قدمها بخصوص هذا النهائي الكبير وأيضا التوجيهات للأنصار لإنجاح هذا العرس الكبير. أعود إلى ضيفي الكريم محمد غانم حارس مولودية بجاية السابق. محمد غانم، تيبي مازامبي يملك خبرة في هذه المسابقة، أنا حابين نتفادوا سيناريو اتحاد العاصمة الموسم الماضي، يعني تيبي مازامبي حقق نتيجة إيجابية في هنا في الجزائر، ثم في الكونغو نجح في الظفر بنهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا. ما هو السيناريو وما هي النصائح اللي تقدمها اليوم لمولودية بجاية لكي يتفادى سيناريو الاتحاد الموسم الماضي؟ يعني مباراة ماشي كيف كيف، ما تقدرش تقارن يعني مباراة الاتحاد العاصمة، ولكن نفس الخصم اليوم نفس الخصم. وتيبي مازامبي يعني عنده لاعبين مميزين، عنده فارق كبير، مستوى عالي، مدرب يعرف منيح الكرة الجزائرية، هيبرت فيرود نظن احسن سيناريو يعني يسجلوا ان شاء الله المدة الجاية وما يتلقاوش اهداف، ويعني نقول لهم يعني يصبروا في المقابله، يعني في المقابله في 90 دقيقة يصبروا، كاين يعني مقابله الذهاب مباراه العودة. نعم مباراه العوده، يعني العودة. وكانك محمد تقول المولودية الجاية ما يغامرش كثير في الهجوم، ماشي يغامرش في الهجوم ولكن يصبروا وما يتقلقوش، راح يكون ضغط انصار، راح تكون مباراه يعني ممكن كبيره، ممكن نتيجه هدف مقابل صفر تساعد الموب. انا نتقبل انا هدف مقابل صفر ولا يعني يربحوا 3-1 ولا 2-1، انا هدف مقابل صفر يعني يسجلوا وما يتلقاش اهداف احسن سيناريو. نعم العود فقط للمدرب نصر سنجاق، فاز بهذا الكاس محمد مع شبيبه القبائل، يعني الخبره تاعو اليوم نشوفوها في سهره اليوم في البوليده، خبرة تاعو نشوفوها، وديجا شفناها ديجا في المقابلات اللي فاتت، شفنا الخبرة تاعو، شفنا الكفاءة تاعو، نظل مع الحضور تاع الأخضر عجالي يعني اللي يعرف كيفاش يعني يعاون كثير، يعاون يفصل ما بين اللاعبين. يعني نشوفوا هذه الصور اللي تيبي مازامبي لما حقق نتيجة إيجابية في هنا في العاصمة أمام الاتحاد. اليوم الأخضر يغيب عفوا عن مباراة اليوم، يعني الأخضر قطعة أساسية في الدفاع، تعتقد بأنه أثر الغياب تاعو يأثر اليوم؟ يعني أي لاعب يعني أثر على الفارق، ولكن كما تكلمنا من قبل مولودية بجاية عنده مجموعة من اللاعبين يعني كما نقولوا إيكيب سودي،
كيف سعودي عندهم عائلة واحدة وكي يهدن على سنجاق نظم سنجاق يعني مدرب. شميز هذا المدرب يعني هجومي، هل هو مدرب يعني يعرف الكوتشينج مليح في الكوتشينج، هل مدرب اللي يحضر فريق؟ أنا يعني معروف عليه سنجاق يعني مدرب يحبوه اللاعبين، يعني كي يكون عندك مجموعة تحبك يعني تمد لك تمد أكثر يعني منهم. فيه تواصل يعني قريب من تواصل قريب من اللاعبين. مولودي تبجاني قلت لك أنا مولودي تبجاني يعني فريق يعني عنده تاريخ، انا نعرف انا مولودي تبجاني ما له تاريخ في الالقاب، عنده بالك عندي عنده بطل يعني كان الجزائر ولكن بالانصار تاعهم عندهم تاريخ بالانصار تاعهم، انصار تاعهم من بكري يعني يحبوا مولودي تبجاني وما يعني دفع يعني دفع ايجابي كثير للاعبين. لكن اليوم محمد اليوم ما نشح نشوفوا انصار مولودي تبجاني، اليوم كل الجزائريين البوليديين من هنا من العاصمه من البجايه الكل راح يحضر النهائي. انا اظن يعني اليوم كل الظروف مواتيه ان شاء الله باش تكون مباراه كبيره وان شاء الله نتيجه ايجابيه، تلعب في تشاكا مربوح علينا يعني مولودي تبجاني دونك الانصار يعني الانصار تاع بجايه يعني الانصار تاع الجزائر كامل دونك راهي تسالب في مولودي تبجاني. انا اظن كل الظروف مواتيه ان شاء الله وان شاء الله انايا النتيجه تاع اليوم ان شاء الله انا ان شاء الله تكون نتيجه يعني مرضيه ان شاء الله ايجابيه ان شاء الله. نعود فقط للمباراه الموض لعب ضد تي بي مازامبي في دور المجموعات، يعني في دور المجموعات لعب ضد تي بي مازامبي حقق تعادل هنا في بجايه وخساره في الكونغو، يعني تعتقد انه لما واجه هذا تي بي مازامبي في المجموعات يعني تعود ايجابا على مولوديه بجايه، يعني يعرف الخصم الان يعرف الخصم على ضك وحدك يعني مع الفرق الكبيره كما تي بي مازامبي لعب مع فتح الرباطي لعب مع يعني ظن انا تي بي مازامبي هما صعاب اكثر اصلا في الملعب تاعهم. اليوم انا نقول لك وصح انا نقول لك يعني السيناريو تاع اليوم يعني ان شاء الله ما نكونش يعني غلط، انا نقول لك كل واقعية اليوم تي بي مازامبي راح يجوا يعني ماشي يدافعوا ولكن راح يصيروا مباراة باسكو اللاعبين يعني موافقين لعبوا النهائيات بزاف عنده مستوى كبير راح يعني كما نقولوا احنا يجيلوا لو ماتش تاعهم راح يصيروا مباراة الوقت عامل الوقت راح يلعبوا عامل الوقت تسمى بلاقي يصبروا راح يصبروا كثير هما يعني كلش راح يتلعب يعني في المومباشي ملعب صعب اللي نعرفوه ملعب صعب كثير ملعب صغير صعب يعني عندهم لي روبر تاعهم تما وانا نظن يعني باش نتكلموا على الكلمه تاع انا كنت جيت لاعب يعني في مودي بجايه نحب نلعب في بجايه يعني تفضل انه النهائي كان يقام في بجايه تفضل نلعب في بجايه ولكن الا تلعب في تشاكر يعني نعود فقط لقضية الملعب الموسم الماضي البعض أعاب على اتحاد العاصمة يعني قالوا له لماذا لم تعفي مصطفى تشاكيرا وملعب خمسة جويليا يعني لعب فضل أنه يلعب في ملعب بولوغين والنتيجة يعني تي بي مازامبي نجح أنه يحقق نتيجة إيجابية هنا ويحقق يفوز بالكأس في المومباشي. أنا أقول لك يعني نعطيك الأسباب شوف واحدة ملعب بولوغين مش كما ملعب بيجاية ملعب بولوغين صغير أنا ما يعجب بيجاية المومباشي كما ملعب بولوغين نفس المواصفات نظن انا يعني ماشي هما حابين يلعبوا في بجايه ولكن يعني ظروف ما لعبش واش كاين يعني والسلام يعني حابين يلعبوا في تشاكر هو عرس للجزائر يعني ليس فقط الجزائر ولكن الكاس تاعك راهي عزيزه بزاف وماشي كل عام يعني نوصل العين نشرب يعني توصل العين كل عام توصل النهائي نعم وانا نظن يعني اللاعبين يعني بسيكولوجيا يعني راهم على بالهم شنو يديروا معليش لعبنا في تشاكر والعشب الطبيعي يعني يساعد مولودي تبجايا خير من تي بي مازامبي لانه يعني الفتره الاخيره اللاعبين حضروا في تونس في عشب طبيعي وحضروا في مركز سيدي موسى عشب طبيعي يعني عندهم لي ريبير تاعهم الان في العشب الطبيعي تي بي مازامبي دونك تكون حضرت يعني سود حضرت في العشب الطبيعي يعني عندهم امكانيات كبيره ولكن عندهم يعني عشب اصطناعي وانا نظن يعني انا قلت لك الظروف كاع مواتيه ان شاء الله اليوم راح نتحدث على المدرب هيبرت فيلود يعني اللي يعرف الكره الجزائريه درب في وفاق صيف اتحاد العاصمه نذكر فقط انه تي بي مازامبي هذا الفريق العملاق فاز بهذه المسابقه خمس مناسبات 67 900 1968 2009 2010 و2015 وكأس الكؤوس الإفريقية السابقة في العام 80 900 و1000 وكأس السوبر القارية ثلاث مرات وبجاية يخوض مشاركته الأولى في التاريخ. هيبرت فيلود هذا المدرب يدرب الآن تي بي مازامبي يواصل في النسق اللي حقوه المدربين السابقين لتي بي مازامبي. المدرب هذا درب وفاق صيف
ودرب اتحاد العاصمة ودرب شباب قسنطينة، تعتقد بأن المدرب اليوم يعرف الآن درس مولودية بجاية جيدا في هذه القمة الكبيرة؟ مادام راح فريق راح النهائي يعني سوري يدرس الفريق مليح وعلى باله يعني في لود وش يصير يعني في يعني يعرف عقلية اللاعب الجزائري، ربما راح يستثمر في بعض الأمور اللي تساهم في تحقيق نتيجة إيجابية لفريقه. هذا كلام لا تقول فيه انت يا ابو، كيما المدرب سنجاق وعجل ومحافظينه يعني على بالهم مش حيصرا، وانا نظن يعني الاسبقيه يعني فريق سنجاق اللي فاز عنده مع شبيبه القبائل، عنده يعني لاقب مع شبيبه القبائل، يعني فريق مدرب محنك ومدرب على باله واش راه يدير، يعني هذه الكوتشينغ يعني ما بين سنجاق وفي لود يعني صراع اليوم صراع كبير ان شاء الله. يعني بصفتك حارس مرمى محمد غانم، واش تنصح الان رحماني اللي راه استدعي المنتخب الوطني راه في فورمه عاليه جدا، يعني اليوم رحماني واش يقدر يمد لشبيبه المولوديه بجايه؟ نقول لك احنا باش ما نعينوش ان شاء الله، احنا نقولوا ما شاء الله ان شاء الله الله يبارك، يعني ما شاء الله يعني حارس ممتاز، حارس راه يدي في مباريات كبيره. انا نظن اليوم راح يكون ان شاء الله 50% في الفريق ان شاء الله. ان شاء الله بالحديث عن الحارس رحماني، حارس اخر لعب في مولوديه بجايه، الحارس هو صديق مقراني حارس اتحاد الحراش، نصح زملائه في مولوديه بجايه، بماذا نصحهم؟ قال لهم استمتعوا بهذا النهائي. نتابع التصريح. كلنا مولوديه بجايه ان شاء الله. بون انا عندي بامال صحابي يلعبوا تما، عندي واحد 4 ولا 5، ونقول لهم فات فو بليزير، ما ديرولناش كيما داروا لي سما، كبروا الماتش العام اللي فات، ومن بعد اون فانت كونت انا شغل جيتي 3-0 كي حيلعبوا في تشاكر، وانا نقول ما ديروش كيما لي سما، ما ديروش الضغط على روحكم، فات فو بليزير وان شاء الله الكاس هي اللي تخيركم ان شاء الله. ان شاء الله نحقق مولوديه بجايه اليوم نتيجه ايجابيه ليلعب باكثر اريحيه هناك في لومومباشي. محمد غانم شكرا جزيلا لك، شكرا على حضورك. كلمه اخيره، نصيحه اخيره تقدمها اليوم لزملائك في مولوديه بجايه؟ نقول لهم ولهذا الفريق اللي عشت معه ايام مليحه، يعني حقق الصعود في موسم 2000 2001، ان شاء الله نقول لهم يعني ان شاء الله نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونتمنى كل نجاح التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله، نفرحوا معاهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك محمد غانم. نذهب الى مخلفات الجوله 9 من المحترف الاول موبيليس. مولوديه او اولمبي المديه قلب الطاوله على السياسي وفاز عليه ب3 أهداف ل2 في مباراه دراماتيكيه. نتابع التصريحات. براتيكمون الى كان 30 دقيقه الشوط الاول كانت للشباب قسنطينه، نظن باللي الشوط الثاني ككل نظن باللي تحكمنا فيه ما عدا الخمس دقائق الاخيره. تحكم من مباراه حكم، انا بكل صراحه كنت سعيد كي شفتوني ملي كي جرينا اربيترينا، لكن الحكم ابراهيم هذا انا نقول لك بلي ما كاينش في المستوى. الحمد لله هذه الفري ماتش تاع ليكيب تاعنا اللي لازم ندخلوا بها بريمير ميط ان شاء الله. مازال مشوار طويل ان شاء الله، مازال مشوار طويل، وبربي ان شاء الله نزيدوا نعاودوا على، لانه الهدف تاعنا هنايا هو الحصول على نقاط خارج الديار. مني 2-0 فوالا جو بونس كي سو لو دوزيام بينالتي سي لو ديرني ديفونسور بوتيت كي بو بروند روج سي جو بونس كي سي لا لوا دي فوتبول نوت جوور بارتي بور ماركي سا انيل اون اكسيون دو بوت. Donc voilà, je pense qu'après, si ils sont à 10, c'est peut-être pas la même physionomie de match. أما سريع غليزان فعمق جراح شباب الوزداد وفاز عليه بنتيجة هدف دون رد من توقيع لاعب تبي. التصريحات مع حمزة زروقي. لما تتلقى 4 هزائم متتالية صعيبة شوية، لكن اليوم مع رد الفعل تاع اللاعبين تاعنا يخلينا نطمعوا باش كما يقولوا في قادم الايام في الجولات المقبله ان شاء الله. ابار النتيجه انا معناها نقدم لهم بشكر خاص الخدمه اللي يخدموا فيها قاعده بين سكيرا، وان شاء الله ان شاء الله شاك سومان كي نخرجوا كما قلناها صافي ديجا موا اون اريير نجيبوا ديتا. المقابله تاع اليوم كانت صعيبه، ولي جوار كازا كانوا كما يقول لك كانوا واعيين بالمهمه هذه، باسكو كان ما يختلفش المقابله هذه ما تقسمش على قسمين، ما يفعلكش بلي خسروا 3 ماتش كونسيكيتيف سي ار بي جايين باش يديروا نتيجه مع لا بريسيون، وحنا ثاني ماتشين ما يساعدناش، تسمى تفهمنا بلي ماتشين ما يساعدناش لازم ندخلوا افون.
هذا وتختتم أمسية اليوم الجولة 9 من الرابطة الأولى موبيليس بإجراء 3 مواجهات واعدة. الأولى يستقبل فيها شبيبة القبائل مولودية وهران الباحث عن نقاط الصدارة في لقاء سيلعب دون جمهور. أما المواجهة الثانية فسيسعى فيها نصر حسين داي إلى تجاوز نتائجه السلبية الأخيرة عندما يستقبل وفاق سطيف، في حين يستقبل اتحاد بالعباس نظيره دفاع تجنانت في مواجهة هي الأخرى قوية. في المحترف الثاني موبيليس حافظ نادي بارادو، هذا النادي الذي يصنع الحدث، حافظ على صدارة المحترف الثاني ب 18 نقطة بعد أن تعادل أمام مضيفه وداد بوفريك بنتيجة 0-0. التصريحات مع بلال هرنون. ماتشميل ما راحش يخلينا خايبين، وين اللاعبين داروا لي عليهم ما نجمناش نماركيو، ان شاء الله يعني واحد بالخدمه باش يحقق نتائج ايجابيه. النتيجه طلعت ايجابيه، لعبنا مع المحتلين صدر الترتيب بارادو، لعبوا بالون يعرفوا يلعبوا بالون، عندهم ميريكي نقولوا كان ماتش كيليبري بين طرفين افك نو بون ايكيب دو بارادو اي باتيك ديان فوتبول. حنا درنا اللي علينا مي مالوزمون النتيجه كانت سلبيه تماما. جو كوا كي اوفنسيف اوسي جوي بيان لي زوكازيون بلي كلير سي بور نو، مي سي ان بون ريزولتا بور نو لي 0-0. C'est un résultat que la continuation d'une équipe qui n'a perdu, n'a tombé quelques matchs, et pour nous c'est plus bon. يعني شوف فورس المهم خسرناش جبنا نقطة هذه تعاوننا في المستقبل إن شاء الله. وإلى شرق الوطن رفع أهلي البرج رصيده من النقاط إلى 13 نقطة بعد أن تغلب على ضيف مولودية سعيدة بهدفين لهدف واحد. نتابع التصريحات مع حسام بن عثمان. نظن هذا الفوز هذا تاع الإدارة تاع اللاعبين تاع الجمهور تاع الطاقم بصفة عامة، هذا راح يخلينا بالك نزيدو نخدمو بأريحية. الحمد لله ربي وفقنا، وين بعد 3 ماتش ولا 4 ماتش ما درناش ريزيطا في بلادنا، الحمد لله اللي فرحنا البيبليك تاعنا، وان شاء الله يعني نكملوا في هذا العقلية ان شاء الله. يقول لك دوك شاك سومان نشكي، ويقول لك يشكيو بزاف. ان شاء الله اللقطات، ان شاء الله اللقطات نشوفوهم برك، نشوفوهم ولا غلط الاربيت يشوف باللي غلط ودانا حقنا، ولا ما غلطش يا خويا يسمح لنا. بصح انا شفت باللي كل سمانه كاين غلطات، وهذه الغلطات تؤدي الى كما يقول لك فرق وين يضيعوا نقاط. احتجاج كان على عن طريق ضربه جزاء اللي ما صفرهاش الحكم، تغاضى عليها الحكم، ونظن باللي سجلنا هدف شرعي لكن الحكم رفضها بداعي التسلل. إذن هذا ما لدينا مشاهدينا الكرام في جولتنا الرياضية، خصصنا حيزا كبيرا لفريق مولودية بجاية والقمة الكبيرة التي ينتظرها كل الجمهور الجزائري. نذكر فقط مثلما رصد إسلام بقريعة، أبواب الملعب ستفتح على الساعة 3 مساء، ونتوقع أن يغزو أنصار الموب وكل الجزائريين ملعب مصطفى تشاكر. محمد غانم شكرا جزيلا لك، مناسبات أخرى إن شاء الله. شكرا إليك إيمان. شكرا جزيلا لك فاروق ولضيفك سيد غانم. نمر الآن إلى أخبارنا الوطنية التي نستهلها بشأن التربوي، حيث أجرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حركة جزئية في سلك. إسلام مساء الخير، إن كنت تسمعني ما الجديد لديك قبل الساعتين ربما عن فتح أبواب ملعب مصطفى تشاكر؟ تفضل. مساء الخير زميلي فاروق، مساء الخير مجددا مشاهدينا الكرام. دائما نواصل التغطية الحصرية لهذا قبل نهائي كأس الكاف بين مولودية بجاية وكذا تي بي مازنبي. زميلي فاروق الأجواء دائما هنا أهازيج أنصار مولودية بجاية تتواصل وتتعالى باقتراب الساعات ساعة ونصف تقريبا قبل فتح أبواب ملعب مصطفى تشاكر لدخول الأنصار. توافد كبير لأنصار مولودية بجاية معروفين بحبهم للفريق وعدم يعني تركه إن صح التعبير بمفرده كما قالوا. نعم فاروق سنأخذ بعض آرائهم وتصريحاتهم قبل انطلاق المباراة. بداية أشكركم متفائلين قبل انطلاق اللقاء. إن شاء الله يا ربي بربي إن شاء الله المعولين اليوم نربحوا 2-0 إن شاء الله باش نفرحوا لالجيري ماشي لاكابيلي بارك، باسكو اليوم العرس كروي جزائري إن شاء الله. جاهم جاية تيزي وزيون بويرة مع ألجي سيار بي كاع بليده. انا جيت بجايه جيت البارح
كنت راكد انا وصاحبي برا على جال المولوديه نحبوها نبغوها بزاف بزاف. ماكش خايف من تيبي موزمبيق؟ انا نخاف وحنا ما عندناش اللي يجيو الرجال الله يبارك ان شاء الله يفرحونا. عندنا يايا عندنا فوزي رحل ان شاء الله يفرحوا. واش تشوف يعني الحل احسن سيناريو للفريق تاعك باش يدخل هذا اللقاء؟ ان شاء الله يلعبوا لاطاك ان شاء الله ما يخوفوش من تيبي موزمبي. هذه ماشي كيما ماشي تيبي موزمبي تاع بكري ولا ناقصي بزاف عندهم لي جوار شويه صمادة ولا واش بعطيك صحه هذاك والله. ما خفتش راي مناصر اخر؟ قلنا انت اليوم جيت باش تناصر بفريق مولوديه بجايه. ان شاء الله قلنا بركه تقولك متفائل ولا لا؟ لا راني متفائل وان شاء الله نربحوا. على بالي بلي نربحوا وان شاء الله نزود الجزائر الجيري معنا ان شاء الله. عباك بلي فريق في موزمبيق فريق قوي راح يلعب يعني من اجل الفوز والمواجهه. معليش تكرينا تكرينا على لي جوار تاعنا تحيه الجمعيه اطلافين. نشوفوا مناصر اخر متفائل اليوم تحقيق الفوز. انا حبيت يربحوا ان شاء الله يا ربي يربحوا اليوم او 2-0 ولا 1-0 معليش المهم في الريتور يديروا نول ويجوزوا هذا المكان. المهم ان شاء الله يرضيوا لكم امين يا ربي ان شاء الله. اذا شوفوا مناصر اخر اليوم جاي بالسيبورتي فريق مدير بجايه متفائل تحقيق الفوز بيان سور. الزلف الاون كنا قلنا استاذ سيتو فيرت تو فيرت تيجي الزلف بجايه توس انصومبل يبيعوا كنا ناوي لا ليطوال كي تمزوروا كي تربحنا الموب. En tous les cas, on remercie Esblida, Stakblouma, Kimayez Mlhal, Yatehom Saha, Unchallah, Sharfoula, Kabili ou l'Algérie en général. Merci comme ça. Inchallah, Inchallah, أنصار مولودية بجاية، ماذا يحضرون اليوم لمساعدة وتحفيز رفقاء فوزيايا لتحقيق نتيجة إيجابية؟ نعم فاروق. قلت لك إسلام ماذا يحضرون اليوم لإنجاح هذا العرض؟ نعم اسلام سؤال فقط ماذا يحضرون اليوم لتحفيز رفقاء فوزيايا؟ الانصار حول نعم نعم فاروق ان شاء الله. نعم سؤال اخر ليك انت يا واش راكم تحضروا للزملاء للفريق تاعكم يعني في حال الفوز واش راكم تحضروا في المدرجات؟ نديروا عرش كبير ديمارون بليده حتى تخرط وقاس كاع سيدي عايش القصر زير قاتلها يعني بجاية اليوم احسن هي اذا كانت تحقيق الفوز ماشي بجاية كاع ماشي غير بجاية ميم لالجيري كاع نورمالمون اليوم ماشي بجاية اللي يلعب اليوم الجزائر رانا ريبريزنتو في الجزائر لازم كاع الناس الشعب الجزائري كاع يعاون مولدات بجاية ان شاء الله بالتوفيق. نزيدو شكرا لمناصر اخر يعني في حال الفوز اليوم تحقيق الفوز في مباراة الذهب واش راكم توجدوا واش راكم تحضروا انتوما؟ بسم الله السلام عليكم مرحبا بكم لقناة نهار كي جاو البليدة واش نقول لك حنا ان شاء الله اليوم ان شاء الله نربحوا قبل كل شيء ان شاء الله كاع لي سبورتي يوقفوا معنا كاع لجيري توقف معنا ولا لا ماما كاع خوتنا كاع اون جينيرال خاوه ان شاء الله كاع نوقفوا يد وحده ان شاء الله باش نعاونوهم ونربحوا وان شاء الله وانا نحضروا ان شاء الله كيما العاده كي تعرف لي سبورتي تاع مولوديه توجور لي كراب توجور بقوه وان شاء الله ندخلوا للاستاد وندعموهم بقوه وان شاء الله من الدقيقه الاولى ما نحبسوش حتى يخلص الماتش والسلام عليكم. لا لا ان شاء الله نربحوا التجور ان كنت تسمعني اسلام نحيوا الناس بليده بزاف بزاف. نعم اسلام اسلام ممكن نصيحه من اجل انجاح نعم هذا العرس الكروي ومسانده الفريق؟ اي بيان سور احنا رانا نحضروا منا جينا بجايه البارح جينا في الليل ومنا باش نسيبورتو مولوديه حاجه باينه ومولوديه عندها لي سيبورتور عندها منا ما كاش مشكل كاع والله غير الا فرحتنا والله غير نفرحوها ماشي يعني بعد المسافه ما اثرش عليكم ما عياكمش كما نقول ماشي مشكل والله غير ماشي مشكل ماشي خساره في مولوديه والله ما خساره في الموب على كل حال والله غير باذن الله يفرحونا ونفرحوهم حنايا كل شيء علينا اسلام فرحونا برك هذا اسلام دائما مع الانصار اسلام مناصر نعم فاروق نعم اسلام ممكن نصيحه لانصار نعم. مولوديه بجايه كل الجزائريين يطالبون انصار الانصار الذين سيتواجدون بالملعب بالا يجهدوا انفسهم كثيرا وهذا ربما لتحفيز اللاعبين غداة المباراه يعني لا يجهدوا انفسهم كثيرا وان يكون في تحفيز في 90 دقيقه
نعم فاروق، الإجهاد قالوا أن الإجهاد لن يكون بسبب أن الفريق الذي سيلعب اليوم هو فريق مولودية بجاية، فريق القلب، فريق الذي يحبونه، واليوم يمثل الجزائر كل أندية الجزائر يعني حاضر اليوم من اتحاد البوليدة إلى آخر نادي في الجزائر يحضر لمساندة مولودية بجاية. فاروق نواصل آراء الأنصار، رأي مناصر من اتحاد البوليدة، جيت لنا اليوم كبش ناصر مولودية بجاية متفائل تحقيق الفوز إن شاء الله أخوي، إن شاء الله يربحوا هنا كامل أنصار اتحاد البوليدة، نوقفوا معهم في هذه المباراة وندخلوا إن شاء الله معهم كامل الاستاد ونعمروه إن شاء الله، إن شاء الله يربحوا، إن شاء الله يكون ملعب مصطفى شاكر مربوح عليهم كما بقي الفرق مثل وفاق الصيف الذي حقق عدة ألقاب داخله إن شاء الله. مناصر آخر يعني للشباب بالوزداد هو آخر حاضر مناصر مولودية بجاية. صوتي مبروك عليكم إن شاء الله، فرحتونا يعطيكم الصحة والله عليكم بكاش منزيد وقاع يعطيكم الصحة إن شاء الله ترفدوها وطلعتوا لنا الإعلام سيال بيقع معكم إن شاء الله إن شاء الله أخويا. عيدا يأخذ لكم مناصر آخر زميل الفاروق من مناصر اتحاد الحراش بجاية. الله يبارك بجاية من رئيس اتحاد الحراش، يعني متفائل اليوم تحقيق الفوز إن شاء الله نربحه، هذا هو حلمنا إن شاء الله يا رب يركب لنا. متفائل يعني تحقيق الفوز على تي بي مازان، فريق قوي فريق قوي بالصح نورمال محضرنا بها، الجمهور قاع جاء ورانا واقفين حتى دير لي مينوت وان شاء الله 2-0 والله كفلينا ان شاء الله. يعني ما كنتش خايفين تكونوا عييتوا قبل ما يبدا الماتش وما تساندوش؟ هذا واجب علينا، واجب علينا وين تروح نجيو معها ما نتعبوش، رانا هنا حتى ندو لا كوب وان شاء الله نفرحوا ونغنوا كاع. يعني نسيتوا تشوفوا مناصر اخر زميلي فاروق، انت يعني اليوم قلت لنا راك متفائل تحقيق الفوز، ماكش خايف تعياو قبل ما توصلوا يوصل والله يعني. والله قدينا غير كما تورا تهضر تخبيط الله ما نوقف نسعى سي خازي السن نسعى لي جوار ما شاء الله نسعى نو اللي ما رافش من التيرا زندي فارا تهضر نساقي ان شاء الله ما بوي لا كوباكي ان شاء الله بلا ما نسو صحاب تيزي وزو جي غورتا نات هو قنون يعني بالك يتولي يد ان شاء الله يعني الفوز ليهم فوالا ان شاء الله هالسنه واذا انا خمعطوا بلو الناس توريث موسى بني دواله ان شاء الله هاتنا ذوي الاربعه النتيره قبل ما تسكت حتى نشوف راي مناصر اخر. فاروق يعني متفائل اليوم تحقيق الفوز وقلنا واش راكم محضرين في حال تحقيق الفوز وفي مباراه الذهاب اجل في اللون ثم جواروس نكون يعني نشد عرضه كاع بلي داميلين ان شاء الله نشد اميلين ان شاء الله ناوي لا كوبايو اش نعاود ان شاء الله اللي ندير لا كوب دالجيريا تقول لا كوب بكاف ان شاء الله تناوي نكون نتكل بيان لي جوار الموب ساعه طري بون ليكيب نتاع لي سيبورتور داني ما شاء الله اخليكم الطلاي مدينا عندكم لا كونفيونس في الفريق تاعكم عندنا لا كونفيونس مليح عندك كونفيونس مليحه ما توقع النتيجه باذن الله في المقابل شوف ان شاء الله ربع ان شاء الله ان شاء الله زميلي فاروق ما كنت تستمع الجميع متفائل بتحقيق الفوز في مباراه الذهاب رغم ان المنافس اسمه تي بي مازامبي خبره وتجربه كبيرتين يعني في الملاعب الافريقيه وفي المنافسات الافريقيه. اسلام شكرا جزيلا لك، الصوره كانت رائعه للجزائري الذي يشجع كل من يمثل هذا الوطن العزيز من أنصار شباب الوزداد اتحاد البوليدة مولودية بجاية شبيبة القبائل وغيرها من أنصار مختلف النوادي الجزائري، لأن الأمر يتعلق بالراية الوطنية دائما مع ممثل الجزائر. توجه إذن الأنظار سارت اليوم إلى ملعب مصطفى تشاكر، هذا الملعب الذي أصبح مقبرة للخصوم. الموعد اليوم مولودية بجاية يواجه فريقا قويا اسمه تيتي مازامبي في ذهاب نهائي كأس الكاف. المزيد من التفاصيل مع محمد نجيب هنان. لا صوت يعلو فوق صوت أنفاس القارة السمراء، موعد الحسم في شطره الأول وامتحان سيكرم فيه أبناء الجزائر أو يهانون، ولو أن المطلب إكرام في الديار لألوان بجاية ومعها الجزائر على أمل أن يسير الأخضر الجوي على خطى خضر المنتخب بين أسوار مصطفى تشاكارا. موعد الكبار هذا السبت بين مولودية بجاية وضيفه الثقيل تيبي مازامبي الكونغولي بنوايا تحصيل حاصل اسمه كأس الكاف، وبذكريات ممثل الكونغو المعروف عند الجزائريين وهو الذي حرم اتحاد العاصمة من التتويج برابطة الأبطال لنصل هنا إلى موعد ثأر بنكهة جوية. Match, on va parler football, hein, parce que j'essaie de faire d'expliquer à mes joueurs depuis le match de la GSK qu'une finale, ça se joue dans le jeu, ça se joue pas dans la tête. Si ce n'est que la pression qu'il va y avoir autour,
peut nous déstabiliser parce que j'ai quand même beaucoup de joueurs qui sont jeunes. أبناء يما غوريا يسعون إلى إعادة ماض جميل صنعته الشبيبة القبائلية قبلهم ذات يوم، سيكونون على موعد مع محاورة إحدى أقوى الفرق الإفريقية إن لم نقل الأقوى. احنا راه واجدين المباراة هذه، رانا نحضروا في ظروف حسنة، ونا في انشي من لا تونيزي ونا بيان بريباري، حضرنا كيما لازم الحال، رانا نكملوا ان شاء الله لي ديرني جور تاعنا قبل لا فينال في السونتر تاع سيدي موسى، وين عندنا تولي عندنا لي موان هنا باش نكونوا نحضروا في كيما لازم الحال. مشوار رائع للموفق كأس الكونفدرالية تنقصه خطوة إيجابية أخرى، انتصار عريض نتيجة وأداء سيكون بمثابة راحة في موعد عودة نارية بقلب أدغال إفريقيا، يومها لن ينفع لا جمهور ولا أرض إلا من أتى بمستوى يليق بسمعة الكرة الإفريقية، حينها لا مرد لتتويج بلقب إفريقي غالي. حظ موفق إن شاء الله لممثل الجزائر. لتذكير فقط، ترقبوا بعد حوالي ساعة ونصف من الآن صور مباشرة للحظة دخول الأنصار، وسنوفيكم بالمزيد وجديد هذا النهائي. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.